الفل يا باشا. مساء الخير عمي. ازيك يا طنط؟ سلسل. اهلا، ده انتوا جيتوا في وقتكم تمام. نورتوني بجد، دي فرصه سعيده قوي قوي. أهلا. وعلى فكره احنا من معجبينك، ربنا وفرحنا قوي ان احنا نقابل حضرتك النهارده. ميرسي قوي، ميرسي قوي. اللواء كمال جوزي، اهلا، شرفت يا كمال باشا. انا اللي شرفت يا سعاده السفير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بعد اذنكم اقدم لكم صديقي استاذ عبد السميع والد العروسه. اهلا بيك. اهلا يا عمدي. اهلا وسهلا. خليك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ام العروسه، ام العروسه احلام. اهلا 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 وسهلا يا استاذ. اهلا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا طنط؟ اهلا وسهلا. اهلا. ايه بس مالها؟ في ايه؟ يلا ما تاخديش في بالك، حساسة شوية وهتاخدوا منها مي. لا 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 انت لا لا يا عروستي. يا احلام، لا لا ده وقتي عيطوله. هي كده، هي على طول تعيط، تفرح تعيط، تحزن تعيط. لا 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 بس يا احلام بس. اتفضلي اتفضلي. ميرسي. كده وديني يا صلاح، وديني مهزم على كلامك تاني. انا اللي كان جنبي النهارده. خلاص بقى، ما تعملهاش حكايه. ما تعملهاش حكايه؟ لا هعملها حكايه. انا البس سفراجي واخدم على الناس على اخر الزمن. بتقول لي الكلام ده انا ليه؟ ما تروح تقول لكمال بيه. لا هقوله له. لا هو هيفضل زللني بالورقه اللي ماسكها عليا دي؟ لا، يرميني في السجن يا حبيبي احسن من المرمطه دي. ده انا ناصف. انا بقى هعرفه مين ناصف شحاته ده. بقى مين هو ناصف شحاته يا ولد؟ عرفني مين ناصف شحاته ده. لا اول مره اسمع عليه. انت لسه شفت حاجه يا ناصف شحاته؟ ده انا هوديك ورا الشمس. انتوا لسه قاعدين تسهروا هنا والضيوف وصلوا، بتعملوا ايه؟ قولوا لي عملتوا. انت بتعمل ايه؟ بعمل مواعين يا باشا. عملت المواعين طول النهار؟ هتقعد في المواعين؟ يلا اعمل لك همه. حاضر. اعمل لك همه شويه. خلص البق اللي قدامك دي. استنى، ريحتهم وحشه. اغسل دول تاني. اوعى. انا لسه غسلهم. غسلهم تاني. حاضر يا باشا. وانت هتقعد تتفرج عليا؟ اعمل عصير. خلص. حاضر يا باشا. حاضر. هتعصر بابا غنوج؟ ايه اللي بتعمله ده؟ الفاكهه ايه؟ انت ما بتشوفش ناصف شحاته؟ يلا يا اخويا بوريني مين ناصف شحاته. اتفضل. يلا همه. اديني قاعد ما اشوف. ما تجيب قميصك يا باشا، اخده في امين. لا القميص نضيف. سيجاره؟ متشكر، ما بدخنش. لا غالي جدا، غالي ده من العتبه. معلش الاستاذ عبده بيحب الهزار شويه. معلش. ما هو واضح واضح يا فندم. سياده السفير، سفير فين بالظبط؟ في الامارات يا فندم. حلو قوي. بعقد ولا مثبت؟ عبده بيه، سياده السفير ما عندوش وقت للهزار. معلش. بالعكس يا هانم، ده انا سعيد جدا. مدام احلام، ام العروسه فين؟ حالا اندهلها. عن اذن حضرتك. اتفضلي يا هانم. بابا، الميعاد ده كان المفروض يبقى في فيلا الاستاذ عبد السميع، بس هما بقى بيجددوا في الفيلا وبيغيروا الديكورات بتاعتها. مدام حريه مشكوره اصرت ان الميعاد يبقى هنا في بيتها. ده البيت بيتكم والله. مدام حريه فنانه عظيمه جدا، والعالم العربي كله بيفخر بيها. الفنان الحقيقي اعظم سفير لبلاده. دي مجامله رقيقه من حضرتك.
ويا ترى الاستاذ عبد السميع بيدرس فين؟ في المعهد، في المعهد بتاع الموسيقى بتاع مدام حوريه. ما شاء الله. وتخصص ساعتك ايه؟ كورال. كورال؟ هو الكورال ده تخصص مستقل؟ دي اول مره اعرفها في الحقيقه. ده مهم جدا الكورال، يعني المطرب او المطربه واقفين كده اهو، تلاقي الكورال وراهم بيرد عليهم. مهم جدا للمطرب ان الكورال يبقى موجودين. عندك مثلا في فيلم الارض كان استاذ محمود المليجي، مع ان استاذ محمود المليجي مش مطرب، انما كان يبقى في ايديه في الطين كده اهو، وتلاقي الكورال وراه بيقول يا ارضنا يا ارضنا عطشانه نفدي. قول معايا محمود. الارض لو عطشانه نرويها بدمانا. محمود المليجي اهو، ده الكورال بقى. الكورال ده مهم جدا، ده الوش الدفى. أهلاً يا عروسة. أهلاً يا مي. أهلاً. إزيك يا حبيبتي؟ إزاي حضرتك؟ إزيك حبيبتي؟ عاملة إيه؟ الحمد بسم الله ما شاء الله. إيه الجمال ده؟ ده أنت ذوقك عالي قوي يا أستاذ محمود، ما شاء الله. دي بنتي التالتة. أقعدي جنب طنط يا مي. تعالي يا حبيبتي، تعالي. اتفضلي يا بابا. والنبي كله طبيعي، لا مركبه شعر ولا اي حاجه، اطمني. لا لا يا مدام احلام، الكلام ده كان زمان. ما هو من كتر اللي البنات بيعملوه في نفسهم الواحده بقت بتشك. المهم انهم يحبوا بعض وياخدوا بالهم من بعض. لا اطمني خالص، من الناحيه دي مي هتشيلسي محمود في عينيها. محمود هتشيله في عينيها. انت يا ساري عبيد قدم هنا، وانت يا طويل يا احمد قدم هنا. يلا يلا. سوري يا سيد سفير. شكرين قوي قوي. شكرك. شكرا. في ايه؟ ايه ده؟ عصير زفت بالسم الهاري. انا عايز شاي بحليب بربري منه فيه. ماشي، استنى عليا بقى لما يمشوا. اخرس منك له. تحت امر سيادتك. منور يا استاذ سفير. شكرا. واقف ليه؟ امشي. اصلي اول مره اشوف سفير. تضحكي؟ عاجبك البهدله اللي اهلك مبهدلينها لي دي؟ امسكي. اصل لبس السفرجي لايق عليك قوي. بص يا عمي، انا ومي مش محتاجين من حضرتك اي حاجه، ولا من بابا ولا من ماما. انا عايز انا ومي نبتدي حياتنا خطوه خطوه وعلى مهلنا. وانا موافق. الناس دي باين عليهم نصابين، عايزين ياخدوا البت كده بلوشي. يخرس. لا مقدم ولا مؤخر ولا قرشين ولا حد تلوبيك يدفعوه. اخرس خالص، ما تفتحش بقك. الراجل اللي قاعد جنبي ده شكله لا سفير ولا حاجه، باين انه سالف البدله اللي هو لابسها. اتعدل انت عشان ما تكرمش بدلتي. مش معقول يا طارق، بقالي 100 مره بديلك الاداء اللي المفروض تقول بيه، وحضرتك مصر تقول زي ما انت عايز. يا استاذ زكريا، انتوا اساتذتي على عيني وعلى راسي، وانا متاكد ان انتوا عايزيننا ابقى كويس، انما بصراحه الطريقه دي انا مش مقتنع بيها خالص. انت من دلوقتي هتقول مش مقتنع؟ انت تسمع الطريقه اللي بنقول لك عليها وتنفذها وبس. ايوه بس انا ما بعرفش اغني بالطريقه دي، انا ليا طريقتي وليا اسلوبي في الغنى. انت يا ابني لسه لحقت تعمل حاجه ولا تغني عشان يبقى لك طريقتك واسلوبك في الغنى؟ اهو الغرور ده هو اللي موديهم في داهيه. مش غرور يا استاذ زكريا، الفن هو حاله من الاختلاف، حاله من التفرد. الفن عمره ما كان قاعده لازم نمشي عليها ولا تعليمات لازم تتنفذ. الفن هو كسر للقاعدة. اهو انت كده بتدخلنا في مناقشات سوفسطائية. ولازم تعرف حاجة بقى،
لولا تشجيع الست حورية ليك وإيمانها بصوتك إحنا ما كناش تعبنا معاك بالشكل ده. يا أستاذ أحمد أرجوك اسمعني، ادوني فرصة أغني زي ما أنا حاسس، زي ما أنا عايز. طب إحنا وظيفتنا إيه بقى؟ ها؟ ما تروح يا حبيبي تغني زي ما أنت عايز. الظاهر إن إحنا مش هنقدر نوصل لحل خالص يا أستاذ زكريا. أنت اللي عمرك ما هتوصل لأي حاجة. أنا بكلم جيلي يا أستاذ زكريا، ولازم أكلمهم بطريقتي. بطريقتك؟ بطريقة الأغاني اللي ماشية في السوق اليومين دول؟ بالسطحية؟ بالتفاهة؟ إحنا مش جيل تافه ولا سطحي يا أستاذ زكريا. إحنا عندنا حاجات كتيرة جدا عايزين نقولها. مش معنى كده إن إحنا ضد القديم، بالعكس. أنا حافظ القديم كويس جدا وفاهمه قوي. بس أنا أرفض إني أكون صورة من حد تاني. عمري ما هكون إلا نفسي. خلاص يا ابني. خلاص. روح اعمل اللي أنت عايزه. عن إذنكم. مع السلامة. الحقير عبد كورال عايزنا انا اعمل له شاي بحليب بربري. ليه؟ هو انا قهوجي؟ حاجه غريبه عليك يعني، ما انت كنت فاتح بيتك قهوه. نبقى بصلاح يا حتى ابوك ارمي دول في الزباله. اه قهوه بس الزباين كانوا مستويات مش عبد كورال. الوانه انا اللي كنت عايز اعمل لك شريط في الشركه، ولا انت سقفك ساعي تعمل شاي وقهوه في الشركه؟ ما تهزرش يا ناصف. طب وحيات أقول اعمل له حته كوبايه شاي بحليب معتبره. ها اهو تاني. اللي بعقلك اللي انت بتحطه في الشاي ده مش عايز شاي بربري؟ انا بقى حطيت له شطه بربري عشان يحرم يتجرع على اسياده. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا حبيبي، تعال. انت فين يا ابني بقالك كام يوم؟ مفيش، شويه مشاغل كده. امال فين ايه؟ ايه؟ لا انا ايه في البروفه. بروفه؟ بروفه ايه؟ الله، هي ما قالتلكش؟ لا يا خالتي. اسكت يا طارق، مش ادوها دور في مسرحيه؟ والله ربنا يوفقها. اما انت ابن حلال بشكل، انا عامله شويه ملوخيه يستاهلوا بق، اروح اجيب لك. لا يا خالتي ملوش لزوم، ماليش نفس. مالك يا طارق؟ في ايه يا ابني؟ في حاجه مزعلك؟ لا انا بس مش لاقي نفسي. حاسس ان كل ما اقرب قوي الاقي نفسي برجع تاني ابعد، كأني في حاجة بتش... طارق حمدي. وطارق حمدي علاقتي بيه ان هو صديق عمري وكمان جاري، وهو مش ملحن جامد بس ده من احلى الاصوات اللي انا سمعتها في حياتي، وانا براهن عليه السنين اللي جاية كلها. الشاي يا عبد ويك بربري منه فيه؟ حط هنا من فضلك. ازاي بربري؟ بخبرتي بربري يعني بالحليب منه فيه، هيعجبك قوي. اتفضل. لا متشكر، انا عندي عصير. لا لا اتفضل اتفضل، بتكسفني، ده احنا خلاص بقينا اهل. اتفضل. لا اجري يا ولد، اعمل واحد شاي تاني لسياده السفير. ايوه هعمل واحد تاني لسياده السفير على... بس ده لعبده بيه مخصوص. على الطلاق ما حد هيشربه غير سياده السفير. خلاص خلاص خلاص. في الأولى بسم الله، والتانية بسم الله، والتالتة رقوة محمد ابن عبد الله. رقيتك واسترقيتك من كل عين شافتك وما صليتش على النبي يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. رقيتك واسترقيتك من كل عين شافتك وما صليتش على النبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ازيك يا طارق؟ ازيك يا عامل ايه؟ ماشي كويس في المعهد؟ يعني ايه، انت اشتغلتي في مسرحية؟ ايوه. ليه ما قلتليش يعني؟ وانا اقول لك ليه؟ هو انت قلت لي على المعهد اصلا؟ انا خطيبك ومن حقي ان انا اعرف. وانا كمان خطيبتك ومن حقي كمان ان انا اعرف. تعرفي ايه؟ اعرف مين دفع لك ال 10000 جنيه ودخلك المعهد، وقلت لي ان انت دخلت مجانا واستثنى انه حد وصى عليك. انا فعلا ما دخلتش المعهد مجانا. لا والله. وفي حد اداني الفلوس. يا سلام، ومين بقى الحد اللي مستغني عن 10000 جنيه ورحرميهم لك كده؟ مش هقدر اقول لك ايه، لان اللي دفع لي الفلوس دي حلفني ان انا ما اقولش اسمه لحد. قبلتك اهي.
أنا بقول نقرأ الفتحة. ها؟ أه؟ لا نقرأ الفتحة للعريس والعروسة يعني. بعد إذن سيادة السفير أنا عازمكم كلكم بره في مكان شاعري عشان خاطر عيون العريس والعروسة الأمامير دول، إيه رأيكم؟ ها مقبول يا سعادة الله. السلام عليكم. هديل. أهي هديل جت كمان. تعالي يا هديل يا بنتي. دي الرائد هديل بنتي يا سيادة السفير، سلمي. السلام عليك يا فندم. أهلاً أهلاً أهلاً. سلامتك ألف سلامة. شكر شكر. يا حبيبتي ده سيادة السفير أبو محمود خطيب ميت. ميت؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. كده برضه محدش يقول لي؟ طب ده أنا حتى مباحث المفروض كل الإخباريات تبقى عندي. ألف مبروك يا أحلام. متشكرة أوي. ألف مبروك يا عم كرال. عاملين في نفسكوا ده؟ صلاح ايه ملبسك كده؟ والله العظيم سيادة اللواء كمال هو اللي قال لي البس كده. وانت هنا؟ لا انا ما حدش قال لي، انا اللي عملت كده لوحدي. بالسهولة دي يا آية؟ بالسهولة دي عاوزانا نسيب بعض؟ بالسهولة دي بتضحي بحب ليكي؟ طارق انت ما بتحبنيش، مادام كدبت عليا وخبيت عليا يبقى ما بتحبنيش. انا ما كدبتش عليك يا آية، كل الحكاية ان انا احترمت رغبة حد وقف جنبي وساعدني، وكنت اكيد هقولك كل حاجة في يوم من الايام، بس كان لازم استأذنه الاول. انت كنت فاكر ايه يا طارق؟ فاكر ان انا زعلان ان انت دخلت المعهد؟ انت ناسي ان انا اللي وديتك المعهد ده؟ انا بقى اسعد واحده في الدنيا لما تكون نجم. ايه انت لازم تثقي فيا اكتر من كده، ولازم تتاكدي ان انا عمري ما حبيت ولا احب حد غيرك، عشان كده انا مش متصور ابدا انك في لحظه تقلعي الدبله. معلش بقى، ما انت عارف ان انا مجنونه، خلاص بقى تتجنني في اي حاجه الا الدبله. طب ممكن بقى تلبسني الدبله بتاعتي؟ انت عارف انا اتجننت عليك ليه وقلعت الدبله؟ ليه بقى؟ بصراحه بقى انا شكيت فيك. تشك فيا انا؟ امال هشك في حد تاني؟ يعني هكون بحبك انت واشك في حد تاني؟ اصل انا بصراحه قلت تلاقيك عرفت واحده ست وهي اللي دفعت لك الفلوس دي، وعشان كده ما رضيتش تقولي وخبيت عليا. ما انا عارفاكوا، لما بتكونوا عاملين عامله بيبان عليكوا. صدقيني يا عين، انا مفيش حد في حياتي دي كلها غيرك انت. لا لا بقول لك ايه، مش عشان تصالحنا يبقى خلاص. انت عارف لو لعبت بديلك هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ هخليها لك مفاجاه. بس يا مي، بس ما تعمليش في نفسك كده. انا كنت عارفه ان ده مامسى من الاول ان هو ده اللي هيحصل. ثم جم يا ربي، ريتني ما عرفت محمود ده ولا شفته اصلا. شوف يا مي، اسمعيني كويس كويس، ان ده حصل وعرفوا الحقيقه. لو محمود بيحبك اكيد هيقنع ابوه وامه، ولو مش متمسك بيكي فاول خلاف بينك وبينه كان هيسيبك. انا حاسه ان انا بقيت عبء على الدنيا كلها، حاسه ان انا بقيت عبء عليكي وعلى ست حريه وعلى كمان بيه. بنت انتي بطلي الكلام الفارغ ده. تعالي يا احلام شوفي المجنونه دي بتقول ايه. سيبيها يا ست همزه، هي عندها حق تعيط. على قد ما بحبك يا مي وروحي فيكي، على قد ما انا بتمنى في اللحظه دي اني ما كنتش امك. يا دنايا، ما حدش بيختار ابوه ولا امه. لا يا ماما ما تقوليش كده، انا عمري في حياتي ما استعرضت منك ولا من بابا. انا اسفه، انا السبب في كل اللي حصل ده، انا اللي اقترحت عليهم يعملوا كده، بس كان غرضي الموضوع يتم
وأبوه وأمه كانوا كان يوم هيسافر، بس للأسف جت هديل وبوظت كل حاجة من غير ما تقصد. أنا بجد أسفة أسفة. يا بابا أنا لحد اللحظة دي مش قادرة استوعب إزاي حضرتك برجاحة عقلك ورزانة فكرك وسعة أفقك ووعيك توافق على تصرف صغير زي ده. يا سيادة الرائد مش كده، بالراحة على بابا مش كده. أنا غلطان بس كله بسببك أنت يا حورية، غلطان عشان سمعت كلامك أنت يا حورية. إحنا ما عملناش حاجة، إحنا استقبلنا الناس أحلى استقبال وما كدبناش على حد. لا والفلة لا، كدبنا لغاية ما شبعنا كدب. عبد القرآن ده يبقى صديقي بعد 25 سنة أعتقد إنه آه يبقى صديقك. بتشتكي لمين لما بنتخانق أنا وإنت؟ عبد القرآن. أحيانا. بتلعب طاولة مع مين؟ مع عبد القرآن. أحيانا. كله أحيانا. أنا هفطر الجدل يا حورية إنه صديقي عشان ما تزعليش مني، إنما يبقى أستاذ في الموسيقى إزاي؟ مين أستاذه؟ ما ياما في ناس في التلفزيون بيأستاذوا نفسهم بنفسهم وبيقولوا على حاجة ما بيعرفوهاش إنه فاهمينها. أنا في رأيي عبده أحسن منهم. ربنا يعمل بيتك، يعمل بيتك يا ست الكل، ربنا يخليك يا رب. والله والله ما حد بينصفني في العالم إلا حضرتك. ربنا يخليك. أنا مش شايف يا كمال. كمال؟ يا كمال بيه؟ مش شايف أي مشاكل يعني. الستة وبنتها قاعدين في المطبخ عاملين لها مناحة جوه، وأنتوا عاملين مشكلة هنا. بصراحة بقى يغور السفير وابنه، أنا مش موافق على الجوازة دي. شوفوا بقى يا جماعة، أنا أحط نفسي مطرح محمود ده. بصراحة الراجل عمل اللي عليه، وراهم البنت اللي عايز يتجوزها وخلاص. والجواز ده بقى قرار الراجل، وأنا إحساسي إن الواد ده راجل. صح، أكبر صح. يا جماعة يا جماعة أنا من رأيي. أيوة أيوة، أحب أسمع رأيك أنت بالذات يا متر. أنا رأيي من رأي كمال بيه. سمعني سمعني رأي كمال بيه من خلالك يا متر. اللي هيقوله كمال بيه أنا موافق عليه. أنت بجيب رجلي في القضية دي؟ أنت غريب يا أخي. أنا شايف يا جماعة إن اللي حصل ده خطأ فادح، غلطة لا تغتفر. لا تغتفر، ومش لازم نسكت عليها أبدا. لا لازم نصلح غلطتنا، لازم نصلح غلطتنا. بغبغان انت، هش بقى. أنا شخصيا هروح أقابل سعادة السفير واتكلم معها. أحلى كلام يا كمال. هي نمرة الولد محمود كام؟ مع حد فيكم؟ نمرة محمود معاك يا كورال؟ اكتب يا صلاح اول سطر 012، السطر اللي بعديه 543 نقطة، السطر اللي بعديه 8674. الو محمود، انا اللواء كمال يا محمود. ايوه يا سعاده اللواء، اديني بس 3 ثواني وانا بقدام حضرتك. 3 ثواني ايه يا راجل يا بكاش؟ ده انت لو جاي في طياره مش محمود. محمود هو فين؟ اهلا محمود، الحمد لله على السلامه. بصوا بقى يا جماعه، انا مش ماشي من هنا غير لما اتجوز مي، وبعد اذنكم انا معتصم عندكم هنا في البيت. بص يا اخ يا معتصم، احب الاول اعرف بابا المعتصم وماما المعتصم رايهم ايه. يا عم كمال انا عملت اللي عليا، وريتهم مي، بقول لحضرتك ايه، انا جوازي على مي الخميس الجاي، ومش هيبقى هنا في الفيلا، لا في الحاره عند عم عبد كورال. مش قلت لكم ان محمود بيحب مي؟ كان عندي حق. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا؟ اهو طلع راجل اهو. مش قلت لكم؟ محمود انا بحترمك يا ابني وسعيد بيك حقيقي. وانا كمان سعيد بك حقيقي. مساء الخير. ايه يا جماعه؟ ماليش كلام انا ولا ايه؟ انا ابوها ماليش راي؟ رجل كرسي؟ كيس جوافه؟ ايه يا محمود؟ نتكلم في التفاصيل يعني شويه. نتكلم في المهر، في الشبكه، في المقدم، في المؤخر. هتدفع كاش ولا بالقسط؟ ايه قسط ايه وكي ايه ده؟ ايه ده؟
ده هياخد اغلى حاجه في حياتك، بنتك مي. انا ما قلتش حاجه يا ست حوريه، انا كل اللي بعمله بضمن للبنت حقها. قلت لي ضمان. ضمان يعني يحافظ عليها، يحبها طول العمر، يخاف عليها. ما عنديش مشاكل. ها. بس اكتب لنا ورقه في كده. نعم يا اخويا. وايه كمان؟ شكرا، مش عايز اشرب حاجه. انا اشرب قهوه ساده. ايه ده؟ انتوا جايين من عزا؟ الولد ده مش هينفع، مش هينفع يا ست حوريه. ولد مين؟ طارق؟ ليه؟ دماغه ناشفه يا ست الكل، ما بيسمعش غير نفسه، وحاولنا معاه كتير ومفيش فايده. هو حصل ايه لكل ده؟ في ايه؟ اعفيني من المهمه دي. شوفي له يا ست اي حد تاني لحاله. هو ايه اللي حصل؟ ما بيستجبش خالص يا ست الكل، مصر يخطف الكلام زي ما يكون حد بيجري وراه. مش يرستق كده ويتسلطن ويقول الكلام كده من مخارجه الصحيحة، لا. معلش يا أساتذة، اصبروا معاه شوية وبلاش نزهق منه بالسرعة دي. ده صوته جميل وخامة جميلة، مش كده؟ الخامة لوحدها لا تكفي، انت ست العارفين. الفنان ذكاء وثقافة واستيعاب. طب معلش عشان خاطري سيبوني احاول كمان مره معاه وانا هطلب. طالع. اموري ست هنا. والنبي تنده للولد اللي اسمه طارق حمدي يجي لي اوام. حاضر يا فندم. طب احنا نمشي معاه. هتخليه؟ انا افضل انك تكلميه في عدم وجوده، ولو عايزه رايي بلاش خالص. ليه؟ ما جاش النهارده يا ست حوريه. عارف يا بابا اهم حاجه ورثتها من حضرتك؟ الحاسه الساسه بتخليني اشم ريحه الكذابين المنافقين المجرمين من على بعد. لا بشمها من على بعد ابعد من كده بكتير. اصل المجرم يا بابا بتبقى جريمته دايما مرسومه على وشه. طبعا عارفه يا دير يا بنتي، أنا يوم ما خلفت كان أمنية حياتي إنك تيجي ولد، بس أنت لما جيت يا حبيبتي حققتي لي أمنيتين مرة واحدة، حنان البنت ورجولة الولد. لا وإيه؟ كان وشك حلو قوي عليا. يوم ما أمك كانت بتخلفي كان في سفاح في البلد رعبها كلها ومدوخ الشرطة. أنا يوميها قبضت على السفاح ده وخدت ترقية وعلاوة. افتكر يا بابا كمان واحنا صغيرين لما كانت ماما تصر تاخدني انا وهمسه الكوافير، حضرتك كنت بتصر تاخدني انا عند الحلاق. طبعا لازم، صاحبي عكازي راجل زيي واخده معايا. بس يا بابا في موضوع كده كان مزعلني شويه من حضرتك، شويه صغيرين يعني، بس مش هقول لك بقى. لا قولي يا حبيبتي خير. فاكر يا بابا من 30 سنه لما حضرتك خدتني النادي انا وهمسه وطلبنا من حضرتك ايس كريم؟ حضرتك جبت الهمسة ايس كريم، فاكر جبت لي انا ايه؟ دوم. طبعا دوم. همسة دي بنت تاخد ايس كريم، انما انت بخال وبلدياتي تاكل ايس كريم، لا تمسك دومة تقرقشها. يا حبيبتي يا هديل، ده انت كنت بعد ما تقرقش الدومة تمسك البذرة وطخ في عين اي حد في النادي، كنت ولد. اوعدك يا بابا، اوعدك ان انا هفضل عند حسن ظن حضرتك ومش هيهنالي بال ولا يغمض لي جفن غير لما اعرف مكان فرغلي، وانا خلاص مسكت طرف الخيط. حمد ابو العيله طبعا. صح، ده انا عملت فيه عمايل، لففته كعب داير وعرضته على النيابه، ما
تخافش يا بابا، مش هسيبه غير لما يقرب مكان فرغلي. هديل يا بنتي خلي بالك من نفسك، حمد ابو العيله ده مجرم مش سهل، خلي بالك ممكن يعمل اي حاجه فيكي. مش هيقدر، هيعمل ايه اكتر من اللي عمله؟ ده اجر لي 4 يضربوني فانكلتهم له على الارض ودلوقتي مرميين في السجن. المهم اعترفوا عليه. ده اللي مجنني، مش عايزين يعترفوا مش عارفه ليه، واضح انه ماسك عليهم زله. بس انا مش هسيبه وراه وراه، ده انا رقعت حته الدين قلم زربوه على خده اليمين. يا صلاح تعالى جنبي هنا، لا يجيلك زربوه على خدك الشمال. والله يا باشا انا ما حبيتش يعني ازعج سيادتك او ازعج هديل يعني. اراهنك يا بابا، اراهنك ان هو قاعد على الكرسي اللي هناك ده كان بيتجسس علينا وسمع كل كلمه قلناها. ده انتوا الاثنين بوليس يا باشا، حد يتجسس على البوليس؟ شكلك كده مش عاجبني، شكلك عامل عامله ما تقر. عامله عامله ايه؟ ده الباشا عارف كل خطواتي من ساعه ما بصحى لحد ما بنام، ده انا حتى بجيب له تقرير وافي عن جميع تحركات ال... استنى عندك، ارفع ايدك لفوق. انت قلت تحركات، تحركات مين؟ قول بسرعه. تحركات ال... تحركات تحركات الباشا. ايه تحركات؟ انا تحركاتك انت، تحركاتك واضحة وضوح الشمس في حالة الكسوف الكلي، الصبح في الشغل وبعد الظهر على القهوة، ولا انت بتروح حتة تانية؟ هيروح فين بس يا هديل يا بنتي؟ انا عاوزك تطمني، انت من يوم ما اتنقلتي وانا مكانك طبعا بمشي صلاح ده على العجين ما يلخبطوش، مش كده يا ولد يا صلاح؟ تمام يا باشا، على عجين الفلاحة. ايوه فندم، ايوه فندم. افرجته عنه؟ طلع ما لهوش حاجه ازاي؟ بقول لك ايه، موضوع مراقبه ناصف ده مش لازم حد يعرفه غيرنا ابدا. كويس قوي ان احنا قدرنا نقنع همسه ان مفيش حاجه. هديل كان هتوقعك في الكلام يا غبي، اصحى نفسك. يا فندم بعد اذنك، طيب مش ممكن نراقبه؟ اصل يا فندم انا واثقه. تمام يا فندم، تحت امرك يا فندم. عليم يا فندم، عليم، مع السلامة. خير يا هدية يا بنتي، في ايه؟ المكالمة دي فيها حاجة لقيتك؟ أفرجوا عن حمد أبو العيلة. يا خبتك، يا خسرت الدوم فيكي. الحمد لله على السلامة يا عم أبو العيلة. سيبني دلوقتي يا ثابت، ابعد عني بسرعة. في ايه يا عم أبو العيلة؟ نتقابل بكرة بالليل في القهوة، تيجي لوحدك ها؟ بسرعة محدش يشوفك. امشي ماشي. امشي ماشي. نفسي اعرف فين حبيبي، نفسي اكون احلى البنات، ابقى من احضان حبيبي، اصحى جواني وبات. فين حبيبي؟ فين البنت دي؟ دي بنت جديدة يا نجمة. مين اللي جايبها؟ تبع الأستاذ عصام المخرج. الاستعراض ده مش شايفاه له أي لازمة في الرواية. بجد يا أستاذ عصام مبسوط مني؟ مبسوط منك جدا، أنتِ ممتازة. أنتِ مضيتي العقد ولا لسه؟ لا لسه، بس مدير الفرقة قال إن العقد جاهز. أنا هكلم الأستاذ شاكر يرفع قوي شوية. متشكرة قوي، بس أنا بصراحة اللي يهمني الاسم والصورة اللي على الأفيش. هو بخصوص الصورة أنا ما أقدرش أوعدك بحاجة، إنما بخصوص الاسم أنا أوعدك إن أنا أحط اسمك بشكل كويس قوي. متشكرة قوي يا استاذ عصام. طب انا همضي العقد امتى؟ الاستاذ شاكر جاي ان شاء الله يوم الخميس، انا هكلمه واخليه يمضي معاك العقد باجر كويس قوي. متشكرة قوي. خلاص بقى عشان ما تعطلنيش، عايز اشتغل. يلا يا جماعه بروفا. اتفضلي يا نجمه. لا سوري انا مش مجهزه للعقد، اسفه يا جماعه. طيب مفيش مشكله، ايه يعني؟ يلا يا جماعه هنعيد استعراض الحلم. جاهزه يا ايه؟ مزيكا. يا اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي ست حبيبي. اتفضلي، معلش الاوضه مش قد المقام. تحب اعمل لحضرتك كوبايه شاي؟ ده ايه المفاجاه الجميله دي؟ تعالى يا طارق، انت ايه اللي هببته؟ آه.
انا عملت ايه بس يا ست حورية؟ انت ما تعرفش زكريا فتحي واحمد عبد الوهاب يبقوا مين هنا في البلد؟ طبعا عارف، دول اساتذتي والاثنين على راسي من فوق. امال ايه اللي سمعته منهم ده؟ ست حورية، انت تقدري تغني حاجه وانت مش مقتنعه بيها؟ جاي تسالني بعد 40 سنه غنى؟ انا يا ابني لما كنت في سنك كنت بسمع وبس، كنت بدور على الاسلوب اللي اغني بيه، على الطريقه اللي اطلع قدام الناس بيها، وكل الاساتذه اللي وقفوا جنبي وعلموني انا استفدت منهم. طب لو انا ما كنتش مقتنع هقدر اغني ازاي؟ مش معنى عشان قلت لك انت كويس وخامه كويسه تقوم خلاص فاكر انك وصلت؟ لا يا ابني، انت لسه قدامك كتير، لسه قدامك حاجات كتيره عشان توصل وتبقى حاجه، ويمكن ما تبقاش. ست حورية، انا لما غنيت بصوتي وبطريقتي وباسلوبي نجحت وكسرت الدنيا كمان. نجحت في ايه؟ غنوة حلمي. مش دي غنوتي؟ مش ده لحني؟ مش ده صوتي؟ ما انتش مكسوف من نفسك تسمي الوهم ده نجاح؟ يبقى قابلني بعد اسبوع او اسبوعين بالكتير اذا الناس فاكره حته من الغنوه دي. شوف يا طارق، انا حطيتك على الطريق الصح، دخلتك المعهد، جبت لك اكبر ملحن، اكبر شاعر عشان تبقى مطرب بجد مش كدبه، انما يظهر انك مش عارف قيمه ده كله. ست حورية، انا لا يمكن هغني غير بطريقتي، ولا يمكن هكون صوره مزيفه من اي حد. الاستاذ احمد والاستاذ زكريا مش شايفين اي حد في الدنيا غير حضرتك، ما بيسمعوش غير حضرتك وما بيحسوش غير بيكي. كانوا عايزيني ابقى صوره من حضرتك وانا ما اقدرش ابدا اكون صوره منك. انا ما انكرش ان حضرتك نجمه عظيمه واني اتاثرت بيكي قوي واني بحبك وهفضل احبك، بس انا اسف ما اقدرش اقلدك، ولا يمكن هكون غير نفسي مهما حصل. ست حورية، انا اسف، الطريق اللي حضرتك حطيتيني عليه ده مش طريقي، ده كارنيه المعهد، انا مش هقدر اجي المعهد ده تاني، وبجد بشكرك انك حاولتي تساعديني. ما تزعليش مني، غصب عني انا فعلا غلطانة. تفتح بقك بكلمة مهما حصل، ما تبقاش ظالم، أكيد ربنا كاتب لنا حاجة حلوة. خدوه على مستشفى الدمرداش، بعرف على طول إنك عامل عاملة. بلاش تعلي صوتك واوعي تتكلمي. حضرتك بقيت نمرة. أنا عايز أفهم، أنت بتلف وتدور عايز توصل لفين؟ أقدر أعرف ليه ما قلتليش؟ أنا خايف أغني قدام الست حورية. أحسن، ده من حسن حظي. يعني هتحجز في المستشفى يا دكتور؟ أخطفها. أحب أكسر الحواجز بيني وبين الزملاء. ده واحد عيان وبنسأل عليه.